تنمية العنصر البشري وتدريب العنصر البشري وإعداد العنصر البشري للمرحلة القادمة جزء أساسي من تنمية السياحة بصفة عامة. لذا فإني أدعوكم إلى الاهتمام الجدي بهذا التدريب والعمل على الاستفادة بأقصى ما يمكن، لأن ده هيساعدنا كلنا في تنمية العملية السياحية وتنشيط الحركة السياحية بصفة عامة. حاجة من الحاجات المهمة جدا وأنا بقولها في المعهد الدبلوماسي وقلتها في المنظمة قبل كده وقلتها في كثير من الأوقات، لابد من أنا أدعو بضرورة فصل السياحة عن السياسة. السياحة حركة اجتماعية واقتصادية، ولابد من رفع جميع القيود الغير ضرورية على حركة السياحة والسفر بين جميع أقطار العالم. طبعا أنا فخور أن احنا أشوف مجموعة كبيرة من الشباب، هم دول المستقبل، هو ده اللي هيعمل مصر. وأنا سعيد جدا أن أنا أكون معاكم النهاردة. بشكر السادة القائمين على منظمة السياحة العالمية والقائمين على معهد الدبلوماسي. أتمنى لكم التوفيق، استفيدوا على قدر الإمكان، اسألوا كل جديدة ليكم في المرحلة القادمة. بشكركم على حضوركم، بشكركم على مشاركتكم، وبشكر جميع القائمين على هذا البرنامج التدريبي، ودعواتي لكم بدوام التوفيق وشكرا. دلوقتي بس بعد اسماعيل الوزير الصورة الجماعية.